السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome again my dear students of first year secondary. Here is Miss Iman Daaz keeping my promise to tell you the secret of superiority. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وعلى وعدنا هنعرف مع بعض سر التفوق. Today إن شاء الله we are going to deal with the second revision for our exam, and we will discuss together inshallah some points that are going to be in the exam paper. First of all, we will start with the translation. As you know, we have two kinds of translation, translate into Arabic and translate into English. We will discuss both of them, and we will know how to deal with them step by step. Let's start. Here we have the first kind of translation, that is translate into Arabic. Number one, Egypt has all the elements of tourism which can make it in the forefront of the world tourist countries. طبعا عشان اترجم لازم اقرا كل الترجمه من from the first letter till the full stop or the question mark to know the overall meaning. وزي ما قلنا الترجمه لما بنتعامل معاها مش بنتعامل معاها like scales، زي السكيلز كده كلمه قصاد كلمه. نو no. احنا بندي the overall meaning، بندي المعنى العام للترجمه. وفي نفس الوقت اللي بيقرا ترجمه بتاعتي لازم اديله the Arabic spirit، روح العربي، عشان ما يحسش ان دي جمله مترجمه حرفيا بدون اي روح او بدون اي معنى للعربي. نشوف مع بعض كده. Egypt has all elements of tourism. لو بصينا كده لكلمه elements كلنا عارفينها وشفناها قبل كده. elements يعني عناصر، اوكي؟ elements يعني عناصر. Egypt has all the elements of tourism. احنا عندنا كلمة tour اللي هي رحلة سياحية، اوكي، او جولة سياحية. ولو جبنا بقى tourism اللي هي exactly النون اللي هو الاسم السياح. Which can make it اللي تقدر تخليها او التي تجعل منها in the forefront. احنا طبعا كلنا عارفين the word front. front اللي هو الامام. لما اقول forefront اللي هي مقدمة، في مقدمة of the world tourist countries، زي ما اتفقنا ان انا بترجم عكس الانجليش، فببدأ من اخر كلمة وبعد كده بجيب النون والصفة، ولو في كذا صفة تبقى برضو بعد الايه، بعد الاسم. الدول السياحية في العالم، اوكي. يبقى نبدأ بقى مع بعض. ممكن نقول على طول مصر لديها او مصر تمتلك، لان احنا اتفقنا ان هيز بمعنى لديها او تمتلك. وممكن اديها روح العربي اللي احنا دايما بنكتب كده في بداية الجمل او في معظم بداية الجمل، ان للتأكيد، اوكي. اقول ان مصر، ممكن اقول تمتلك او عندها، ممكن اقول لديها على طول. ان مصر لديها جميع، طبعا لان كلمة قول اهي، جميع العناصر او المقومات. طبعا هنا المقومات اقرب، المقومات اقرب للعربي، اوكي. جميع المقومات السياحية التي، اوكي، اللي هي which، التي تجعل منها، اوكي، دولة في مقدمة الدول السياحية طبعا في العالم، اوكي. يبقى ان مصر لديها جميع العناصر او المقومات السياحية التي تجعل منها دولة في مقدمة الدول السياحية في العالم. يبقى اللي بيقرا جملتي بيحس ان فيها Arabic spirit، حاجة مش مصطنعة او مش فيك، مش متحولة كده word by word into Arabic، لا، هي كأنها هي جملة already Arabic من قبل كده. عندنا example تاني. The scientific progress has contributed to making a breakthrough in all aspects of life. The scientific، نبدأها كده كلمة كلمة. The scientific progress، احنا اتفقنا بنترجم الكلمة النون الأول وبعدين الصفة. Progress اللي هو التقدم، اوكي. وscientific جاي من science العلمي، يبقى scientific علمي، يبقى نقول التقدم العلمي. has contributed exactly like helped، بالظبط هي كلمة contribute like help، اوكي. يبقى بمعنى ساعدت او ساعد التقدم العلمي to making a breakthrough. واحنا خدنا قبل كده breakthrough. breakthrough اللي هي بالظبط بتترجم بكلمة طفرة، اوكي، طفرة. يبقى breakthrough طفرة in all aspects of life، في كل نواحي او مجالات الايه، الحياة.
طيب احنا اتفقنا قبل كده برضو ان احنا هندي الاربيك سبيريت when we translate into Arabic. فعشان ادي الاربيك سبيريت اتفقنا ان لما اشوف has و ed اللي هو present perfect المضارع التام في معظم الاحيان مش كلها بترجمها بديها لقد. اوكي لقد، يبقى لقد عايز اقول بقى ممكن ابدا بفعل عادي قبل الفاعل طبعا ان عربي. احنا اتفقنا انه عادي ان انا لو سبق الفعل في العربي الفاعل، طبعا عكس الانجليش ده الكلام ده ما ينفعش خالص لان انا عندي ان عربي في جمله فعليه وجمله اسميه، لكن ان انجليش طبعا لا. يبقى نقول لقد ساهم، ايه اللي ساهم؟ هو الفاعل هنا يس، التقدم العلمي، لقد ساهم التقدم العلمي. اوكي في احداث، اوكي او في عمل، في او في خلق مثلا، في احداث طفرة في جميع مجالات او مناحي الحياة، في جميع مجالات الحياة. اوكي لقد ساهم التقدم العلمي في احداث طفرة breakthrough in all aspects of life في جميع مجالات الحياة او في جميع مناحي الحياة. يبقى اللي يشوف لقد هنا يعرف انه ده في Arabic sense فعلا، في روح العربي، وفي نفس الوقت ما خلتش بالمعنى in English. طيب حد يقول لي انا ما جبتش لقد يا مس، مش مشكلة، ممكن ابدأ على طول اقول ساهم التقدم العلمي واكمل عليها. ممكن حد يقول لي طب ممكن ابدأ على طول التقدم العلمي ساهم، it's okay once you are related and you are close to the meaning in the English it's okay. خلاص طالما احنا مدين نفس المعنى زي ما اتفقنا، وحتى لو انا مش عارف كلمه واديت المعنى العام بدون كلمه كلمه بالظبط، ما سيبش برضو فراغ عشان اللي قدامي ما يحسش انه لا ده هو سايب فراغ، يبقى لازم ينقص فيه الترجمه. اوكي يبقى بدي الاوفرول مينينج وبدي الارابيك سنس. في نوع عندنا تاني من الترانسليشن هو translate into yes translate into English طبعا، وده I think it's more easier for you than the translate into Arabic. نشوف كده مع بعض examples. Number one، يجب على الحكومة أن تهتم بصحة الطفل وتعليمه حتى يكبر ويصبح مواطنا صالحا. احنا اتفقنا انه in English لما ببدأ we must start with a noun، طبعا لازم نبدأ بنوع ب اسم او بالسبجكت بفعل الجمله. لو انا جيت قلت يجب ده طبعا فيرب. لو انا جيت دورت بقى على السبجكت بتاع الجمله اللي هي مين، ياس الحكومه هي الايه الناون، يبقى لازم ابدا بالناون اقول ياس، لان احنا اتفقنا ان انا عندي ان انجلش ذير از نو جمله فعليه ان انجلش، مفيش جمله فعليه ان انجلش، فهبدا اقول ذا جوفرمنت ايه الفعل يجب. ممكن اقول must، ممكن اقول should، ممكن اقول ought to، لكن طبعا الاقرب هنا ان انا اقول ايه should. The government should care about، ممكن اقول give a great care، ممكن اقول give a due care، وممكن اقول care على طول as a verb. طب وطبعا زي ما اتفقنا قبل كده كل ما اختصر في ترجمتي كل ما بتجنب الايه المستيكس الاخطاء اللي ممكن اقع فيها. يبقى على طول the government should care. Care about what? Care about yes طبعا لان احنا متفقين ان في افعال بيجي بعدها preposition فلازم ابقى عارفها. Care about نهتم بايه طيب؟ بصحة الطفل وتعليم، يبقى نقول about the child's health طبعا اللي هي الصحة و education التعليم، فاقول health and education. why نقول حتى يكبر، حتى دي بمعنى لكي، واحنا اتفقنا قبل كده ممكن اقول because واجيب جمله كامله بعدها، وممكن so simply ممكن بكل بساطه اقول to و infinitive. to و infinitive برضه هتدي بمعنى حتى، بمعنى لكي، بمعنى من اجل. اوكي يبقى اقول to grow grow up طبعا يكبر، to grow up and become ويصبح طبعا a good مواطنا صالحا، a good citizen طبعا a good citizen مواطن صالح. طيب في حد مثلا تايه عنه كلمة citizen ممكن يكتب person a good one
اوكي زي ما اتفقنا ما سيبش سبيس في الترجمه. انا لما بسيب سبيس كاني بقول له نقصني في درجه الترجمه، يبقى حتى تريكي كده بدي الاوفرول مينينج وبتصرف باي كلمه سينونيم مرادف للكلمه اللي على بالي او اللي تايهه من عندي، بحيث يدي ايه خلاص انا بضمن الفول مارك ان شاء الله when I once I give the overall meaning and the close meaning to the translation. في عندنا example تاني to translate برضو into English. Number two, العلم سلاح ذو حدين. ببدأ طبعا بفاعل yes science، وزي ما اتفقنا ان انا ممكن يكون في ان Arabic عندي ما فيش verb، لكن in English I must start I must write a verb. لازم in English ما فيش جملة من غير فعل. ممكن في العربي المعنى ماشي، العلم سلاح ذو حدين. طيب انا ايه الفعل اللي اقدر اجيبه يدي المعنى ومش موجود in Arabic؟ yes يبقى في الانجليش اللي هو yes العلم يكون سلاح ذو حدين. يبقى ادور على verb to be اللي ماشيه مع السبجكت بتاعي مع الفاعل بتاعي اللي هي yes is. يبقى اقول science is، يبقى زي ما اتفقنا هي مش scales، مش كلمه قصاد كلمه، لا احيانا في حاجات بتكون مش موجوده in Arabic like the verb I must find it in English like this one. يبقى science is a سلاح ذو حدين، ده هنا النون وهنا الادجكتيف، ده ان Arabic الصفه الاسم وبعد كده الصفه، لكن ان English is the opposite العكس في الترتيب، فهجيب لازم الادجكتيف is a double ذو حدين طبعا double edged double edged ذو حدين weapon طبعا اللي هو الايه السلاح weapon. يبقى science is a double edged weapon العلم سلاح ذو حدين. براعي الحاجات دي في الترجمة مهمة جدا، ان انا زي ما بقول when the person read my translation he feels that it's originally English or it's originally Arabic. دي هي اصلها اصلا English او اصلها Arabic. طول ما انا بدي yes the English spirit for the order for the meaning and the Arabic spirit for the order and for the vocabulary that we commonly use in Arabic. يبقى احنا كده ناقشنا نوعين من الترجمة translate into English و translate into Arabic. We will move to another kind of question that is fill in the spaces. احنا قلنا او بدأنا مناقشته من ال revision اللي فاتت وقلنا ان ده نوع جديد من الأسئلة بيطلب مني بحط بيكون عندي passage قطعة وبيكون فيها missing words، بيكون فيها كلمات ناقصة بس كل space بحط فيه one word only، كل space مطلوب مني احط فيه one word. طيب هل ال word دي لازم تكون كلمة ولا فعل ولا اسم؟ كل ده وارد، ممكن يكون ال missing word دي verb، ممكن يكون word كلمة، ممكن تكون adjective صفة، ممكن simply تكون an article تكون يعني أداة like an a the، ممكن أبسط من كده كمان تكون preposition تكون حرف جر of in to with. اوكي يبقى اي كلمة وارد ان انا بيبقى مطلوب مني اكملها في السبيس. طيب ايه بقى اول حاجة او السيكريت اوف سكسس هنا او السيكريت اوف سوبريوريتي؟ ان انا اقرا الجملة او الباسج كاملة على بعضها to know the meaning او to know what area or which area I will think in. اوكي let's start together. هنا عندي example complete each space with one word. زي ما اتفقنا هنكمل ب one word كلمة واحدة فقط في each space. نشوف مع بعض كده all the Egyptians are proud all the Egyptians are proud with space دكتور الباز space was born in زجازيق. بنقول كل المصريين فخورين بدكتور الباز was born in زجازيق طبعا المولود in زجازيق. He studied at Ain Shams University. طبعا درس في عين شمس University جامعة عين شمس. Then he traveled to America وسافر أمريكا. Now he is a space scientist. طبعا هو دلوقتي طبعا عالم فضاء space geologist وجغرافي. اوكي او متخصص in geology طبعا في الجغرافيا. He provided the Egyptian government. طبعا provided بمعنى يمد او يقدم. Okay, the Egyptian government, الحكومة المصرية, space information بمعلومات about underground water. Underground أقدر أقولها على المترو، لكن لما أقول underground water يبقى المياه الإيه؟ yes المياه الجوفية.
in the desert في الصحراء. احنا كده قرينا وفهمنا معنى العام للباسج. نشوف مع بعض بقى ايه الwords اللي ناقصه من كل space من دول عشان نكملها. All the Egyptians are proud space دكتور الباس. انا عندي الverb او الadjective الصفه proud بيجي بعدها preposition معين، اقول فخور بفلان، اوكي فخور بكذا. Yes، يبقى اقول are proud. Exactly. Proud of. Proud of. يبقى هنا ال missing word، هنا الكلمة اللي ناقصة preposition. هل أنا غلط؟ لا مش غلط. إيه المشكلة؟ إحنا اتفقنا إن كل ده وارد. Preposition, complete word, any parts of a speech. يبقى proud. Yes. Proud of. يبقى الكلمة اللي ناقصة of. دكتور الباز space was born in زجازيج. أنا هنا عندي دي جملة إضافية على او معلومة اضافية على دكتور الباز، بقولها in Arabic. yes الذي ولد in زجازيج. الذي دي يبقى على طول هروح افكر في relative pronoun اللي هو الضمير المتصل، طبعا خاص ب noun باسم دكتور الباز واسم شخص بالذات person's name. يبقى اكيد هدور على الضمير المتصل للفاعل اللي هو yes دكتور الباز who was born in زجازيج. اوكي يبقى هنا هقول who، يبقى هنا ناقصه relative pronoun who was born in زجازيج. He studied at In Shams University then he traveled to America. زي ما اتفقنا درس في عين شمس University and traveled to America. Now he is a space scientist. هو دلوقتي space scientist وspace هنا مكان geologist. طبعا دي اسم ومعطوف عليه اسم تاني بنقول ان هو عالم فضاء وجغرافي او متخصص في الجغرافيا. يبقى اكيد عايزين yes and so simple، مش شرط ان كلمة يعني كبيرة نقص. and geologist he provided the Egyptian government space information. عايز اقول ان هو امد او اعطى الحكومة المصرية space information. طيب انا هفكر كده عايز اقول امدهم بمعلومات. انا عندي الفيرب هنا provide. provide لازم بيجي بعده preposition. اوكي امد بكذا يبقى provide. نفكر شوية. provide exactly. excellent my dear students. yes يبقى provide the government with. يبقى على طول طالما انا مذاكر كويس وعارف الفيرب بيجي بعد preposition ايه والايه الميننج اللي بيبقى متغير مع preposition، ايه الصفة وبعدها preposition ايه كلمات اللي اقدر اضيفها بعد كل verb. يعني مثلا ممكن يقول لي traveled وspace America، يبقى على طول اعرف ان travel كverb بيجي بعدها to او move to. اوكي يبقى ممكن قوي وارد يجي الفراغ هنا على to. ده زي ما اتفقنا انه each space كل فراغ في one word only. one word ممكن تكون preposition like this one، ممكن تكون relative clause like this one. يبقى الفكرة ان انا بقرأ كل ال passage على بعضها واعرف ايه ال area اللي انا هفكر فيها وان شاء الله it will be so easy for you. let's move to another question. ننتقل ل question تاني وده من الحاجات الكومن اللي احنا متعودين عليها على طول في اي اكزام اللي هو ذا تشويس. بس هنقول على حاجه بس تيك كير منها انه التشويس مش شرط يكون فوكابولري، ممكن يكون ستراكشر. يعني عندي نوعين من التشويس، ممكن يكون اباوت فوكابولري بختار في المعنى بين كلمات، وممكن يكون ستراكشر يعني جرامر، ممكن يكون بيختبرني في الجرامر. نشوف مع بعض. choose the correct word from A, B, C, or D. نختار مع بعض. Number one, my sister is a new doctor. Okay, my sister is a new doctor. يعني أختي لسه دكتورة إيه جديدة. She has just space from the faculty of medicine. Okay, عايزة أقول إن هي لسه إيه من كلية الطب. طبعا faculty of medicine كلية الإيه الطب. medicine الدواء وممكن medicine برضو الطب. اوكي يبقى اقول she has just graduated performed finished or joined. نشوف كده مع بعض المعنى من اول letter D. joined بمعنى يلتحق. لو هو قال لي
She is a new student. اوكي لو قال لي ان هي لسه مثلا طالبة جديدة يبقى اقدر اقول she joined واشيل from واقول she joined the faculty of yes medicine. لكن طبعا هنا joined ما تمشيش. Performed بمعنى يمارس طبعا برضو مش بيجي بعدها from. Finished from ده مش المعنى المقصود بتخرج، عايزة اقول هي لسه حديثة الايه التخرج او اتخرجت حديثا. يبقى she has just yes letter A graduated. Graduated اللي هي ايه تخرجت yes. يبقى graduate انا عندي اصلا graduate اوكي اللي هو خريج، خلينا نشوفها كده مع بعض. Graduate graduate ممكن تبقى verb بمعنى يتخرج وممكن تبقى noun بمعنى خريج. اوكي لو قلت خريج حديث اوكي يبقى اقول على طول new graduate. نخلي بالنا من الكتابة ومن النطق لان احنا متعودين شوية ان ال ATE بتبقى long vowel. لا هي مش long هنا، هي short vowel. short vowel نطقها سريع غير اي حاجة احنا متعودين عليها زي gate مثلا. انا متعودين ان انا بنطق جيت دي لونج فاول، لا دي جراديويت. جراديويت اوكي يبقى خريج حديث نيو جراديويت. يبقى هنا لما نقرا الجمله تاني ماي سيستر از ا نيو دكتور، هي دكتوره جديده لسه. شي هاد جاست يس جراديويتد. يبقى ليتر اي هي دي كوريكت انسر. اوكي جراديويتد. يبقى هنا هو ده فوكاب ولا ستراكشر؟ exactly vocabulary. اختبرني في المعاني الكلمات مع بعض ونختار طبعا the most correct one الاصح. you space number two طبعا you space eat food that smells bad. it may be poisonous. it may be poisonous. احنا اتفقنا قبل كده the word poisonous بمعنى yes same بتساوي بالظبط toxic. okay poisonous هي نفسها toxic طبعا. طيب نشوف مع بعض you طبعا عايزه verb before eat. you mustn't يجب الا. you must يجب ان تاكل الطعام اللي هو يعني smells bad رائحته مش كويسه. ولا you needn't لست بحاجه. ولا you don't have to لست مضطرا. طبعا انا هنا yes exactly عايزه انهي عن فعل شيء طبعا لان المعنى بيقول ان انا يجب الا اكل yes الطعام اللي ريحته ايه bad smells bad. يبقى هنا عايزة نفي قوي. اوكي exactly يبقى mustn't. mustn't بنفي فعل شيء بشكل قوي يبقى letter A mustn't. يبقى meaning you mustn't eat food that smells bad. يجب الا تأكل الطعام اللي هو smells bad. it may be poisonous لانه قد يكون poisonous. yes same. number three هنا طبعا جرامر. هنا طبعا اختبرني في الجرامر لانه انا عارفه ان don't have to مش مضطر هو نفي لكن المينينج هنا مش ماشي مع الايه النهي القوي يعني. number three it was a real space to hear about his friend's death. كان فعلا حقا او حقا ايه اوكي حقيقيه to hear about his friend's death ان هو يسمع عن وفاه صديقه. يبقى it was a real كانت فعلا check. letter B shock. letter C shock. letter D sad. طبعا انا هنا لما اقول it was a real a دي يبقى اكيد عايزة هنا noun اسم. يبقى اول حاجة هستبعدها sad لانه sad صفة. يبقى دي اول حاجة هستبعدها. نمشي تبع meaning كده نشوف check. check the verb. اوكي او ممكن يكون noun بمعنى فحص او يفحص. it was a real check طبعا ده wrong. letter B chalk طبعا ال L silent اللي هو التباشير اللي هو it's used for writing on the board اللي فيه لسه بعض الناس بتستخدمه to write on the board طبعا برضو wrong. yes it was a real shock. يبقى the correct answer is letter C shock. it was a real shock يعني كانت صدمة حقيقية to hear about his friend's death. عشان كده بنقول نخلي بالنا من البرونانسيشن اوكي لاني انا لو نطقتها chalk like this one يبقى هتلخبط في الاختيار. لكن لو انا aware ان sh بنطقها shock وهنا بنطقها chalk
يبقى اتس اوكي ام سيف، انا عارف بالظبط ومفرق حتى لو النطق قريب من بعض، لكن انا عارف ايه الفرق. اوكي اتس ديفرنتلي pronounced and it's differently written كمان، يعني طريقة الكتابة نفسها مختلفة وطريقة النطق برضو مختلفة، يبقى it was a real shock، طبعا كانت صدمة حقيقية. يبقى زي ما احنا شايفين ممكن يجي لي اللي choose about grammar، ممكن يجي لي about vocabulary like this one. Let's see some more choice sentences. خلينا نشوف برضو جمل اكتر في ال choice، عشان احنا بنقول ان المنهج بتاعنا طويل واكيد هيجي لنا طبعا احنا الاسترشادي، النموذج الاسترشادي نازل بجمل يعني حوالي 4 جمل بس choice، لكن طبعا بناء على المقابله التلفزيونيه المكتب المستشاره والتواصل معاها طبعا متوقع ان يكون البيتس يعني عدد ال choice طبعا اكتر من كده. Okay, so let's cover some more. Choose the correct word between A, B, C, or D. Number 4. Omar, with space, walked to school. Now he has got a bike. Omar A, verb طبعاً, walked to school, بيمشي للسكول. Now he has got a bike. وحالياً أو الآن معاه طبعاً bike. عنده ايه؟ دراجة. يبقى اكيد لو انا جيت قلت ايه اللي بي how does Ali او Omar go to school now يبقى by bike طبعا، لان هو بيروح دلوقتي by bike because he has got a bike، عنده bike اللي هي bicycle yes اللي هي الدراجة او العجلة. طيب يبقى انا هنا هدور على verb على فعل. use ممكن اقول used، Omar used walk no Omar used to walk. هنشوف مع بعض. Omar is used to walk. Omar was used to walk. Was used to walk. لو انا جيت بصيت عندي انا متفقة معاكو انه انا عندي used to ليها حالتين. اوكي بص كده مع بعض نفتكر مع بعض. used to ليها حالتين. طبعا used to in general express a habit. used to in general بتعبر عن habit يعني عادة متكررة. لو العادة دي كانت repeated in the past فأنا بستخدم used to plus infinitive. لو العادة دي أنا بعبر عنها in the present في الحالة دي بجيب قبل used to حاجة من اتنين، يا إما verb to be or get. okay then used to will be followed هيجي بعدها verb plus ing. okay نشوفها تاني مع بعض on data. يبقى أنا عندي used to in general بعبر بيها عن habit. عن ايه؟ عن habit عادة. اوكي لو العادة دي in the past في الماضي فانا هلاقي used to جه معاها yes infinitive وبس كده. اوكي يبقى دي عادة متكررة in the past. in the past. طيب لو انا هعبر عن العادة دي used to، خلي بالنا طبعا من ال pronunciation النطق هنا الدي ما بنطقهاش as if there is no d، لكن انا ببقى عارف ان انا وانا بكتبها بكتب used. اوكي لكن في ال pronunciation في النطق بقول used to plus infinitive طبعا. used to if it expresses a present habit، لو هي بتعبر عن present habit عادة في المضارع في الحالة دي الفورم بتاعها هيختلف. هيختلف ازاي؟ هجيب قبلها يا اما اقول get used to or verb to be. verb to be used to. verb to be اللي هو ايه؟ am yes is or are. okay يبقى يا اما اقول get used to am used to is used to are used to. في الحالة دي مش هيجي بعدها infinitive اللي هو الverb بس، لا ده هتيجي verb plus ing اللي هو بنسميه the gerund. بنسميه ايه؟ yes the gerund اللي هو الفعل في ing. يبقى take care الفورم بيختلف المينينج بيختلف. اوكي يبقى take care قوي وانا بختار مع use to. وطبعا اخلي بالي هل هي جملة مثبتة هل هي جملة منفية. نفتكر طيب مع بعض بسرعة برضو ايه امتى او ازاي انفي use to. طبعا بنفيها used to بما ان هي جملة in the past بنفيها عادي باستخدام didn't، فبقول didn't used to. بس اخلي بالي ان انا لما اجي اقول didn't في النفي didn't used to في الحالة دي there is no d. there is no
دي، لان دي راحت فين؟ يس راحت مع didn't. اوكي يبقى دي النيجاتيف، النفي بتاع used to، يبقى didn't used to طبعا plus infinitive مع طبعا الايه المصدر بتاعي، يبقى ده النفي. طيب لما اجي اسال سؤال بيها برضو هقول did واجيب فاعل مثلا did you او did he used to برضو without d، without d because the d is in did، لان ده ايه past. طبعا هي مش in did exactly بس احنا بنقول ايه كده عشان ما ننساهاش. يبقى didn't used to ده النفي بتاعها، did you used to وبرضو plus infinitive وده السؤال بتاعها. نرجع بقى لجملتنا back to our sentence. لو قلنا هنا yes Omar وspace walk to school now he has got a bike. طبعا يبقى هنا now الوضع الحالي بتاعه ان هو بيروح school طبعا by bike. اوكي okay. اذا هل دي present yes present happened or past happened exactly my dear students؟ بالظبط هي بقى هنا بدور على past happened. وفي نفس الوقت لو انا لاحظت بعد البوينتس او بعد السبيس بعد الفراغ هلاقي كلمه ووك، ووك اللي هي الانفينيتيف، يبقى اكيد بدور على exactly used to. لكن لو قلت walking yes بدور على am or is or are or get used to اللي هي طبعا في البريزنت. نشوف بقى جملتنا، يبقى اكيد we are going to use yes used to. This is the right answer. This is the right answer because we are expressing past habit. لأن احنا بنعبر عن yes past habit عادة كانت في الماضي لكن there is no more خلاص مش موجودة دلوقتي. Let's move to another sentence. نروح لجملة تانية number 5. I'm sorry to hear you're ill. أنا آسف إن أنا أسمع إن أنت مريض. I hope you get space it soon. لازم اقرا carefully لان هنا it هتفرق معايا في الاختيارات كلها. اوكي لان لو انا مش عندي it الاقي كذا حاجه هنا تنفع او it's okay ان انا استخدمها، لكن once هنا it لازم هنا word واحده بس هي الصحيحه. I hope you get it soon. Get with space soon. Get better. Get over. Get on. Get off. لو انا شلت it يبقى كان ممكن اقول I hope you get better soon، اتمنى ان انت تتحسن بسرعة، لكن طالما عندي at معناها ان انا اتمنى ان انت تتخطاها بسرعة او تتخطاها بسرعة اللي هو الايه yes المرض. اوكي يبقى I hope you get yes over it soon. اوكي يبقى get over بمعنى يتخطى بمعنى يتحسن، لكن بيجي بعدها ايه yes بيجي بعدها pronoun، ده الفرق بينها وبين better. يبقى انا اقول get better soon get over it soon. حتى لو انا قريتها كده كذا مره مع نفسي انا هبقى عارف انه في طالما جت it او جت pronoun يبقى محتاجه yes preposition تاني خالص اللي هو over. get over it soon okay or get better soon بمعنى يتحسن. yes let's move to another برضو choice تاني. اوكي يبقى التشويس زي ما احنا شايفين ممكن برضو يجي لي بروبوزيشن في التشويس، ممكن يجي لي فيربس او جرامر ان جنرال، ممكن يجي لي فوكابولري تو تيست يور طبعا فوكابولري عشان برضو اختبار الكلمات اللي انت طبعا موجوده عندك في المنهج. بس دونت وري ات اول لان احنا بنقول انه الامتحان فروم يور بوك كله من كتابك. اوكي وهيجي اكيد سواء جرامر او فوكابولري من المنهج بتاعك. اوكي طيب let's go to another choice number one here. You should try space a lot of water every day. Try drink. Try drinking. Try drank. Try drunk. طبعا احنا متفقين انه try بيجي بعدها يا اما to والمصدر يا اما infinitive حسب المعنى. طبعا try هنا يبقى ما فيش عندي to والمصدر يبقى اكيد هي drinking. وبنقول لو موجود to والمصدر وموجود ing بقى اشوف الميننج بتاعي انهي احسن او انهي مطلوب هنا، لان احنا اتفقنا قبل كده انه try لو جه بعدها try to بمعنى يجرب، يجرب فعل شيء لاول ايه لاول مره. try و ing يجرب برضو فعل شيء بس ده structure وده structure تاني. اوكي
طيب نشوف مع بعض كده. يبقى اقول you should هنا try drinking، طبعا verb plus ing، ما ينفعش drink verb بس، ما ينفعش drink verb in the past، وما ينفعش drunk the past participle التصريف التالت. يبقى here letter B is the correct answer. Number two, Ali always space to school by bus. Ali always space to school by bus. Always هنا على طول دي من الكيوردز اللي أول ما أشوفها أعرف إن أنا we are in the present simple. We are in the present simple. بس no، ممكن أكون في الباست سامبل according to the words in the sentence. نخلي بالنا قوي لأن ممكن تكون برضو بتعبر عن الماضي البسيط always. يعني مثلا لو أنا قلت I always space in the sea during the summer holiday. During the summer holiday أو last summer holiday. أوكي okay. يبقى في الحالة دي هو بيعبر لي عن حاجة أنا كنت بعملها regularly بانتظام في الماضي، يبقى في الحالة دي هاخد past simple. لكن once ما جابليش كلمة كده بتدلني على إن الجملة دي في الماضي يبقى أنا still in the present simple. يبقى الأساسي إن always وطبعا و sometimes و never والحاجات دي in the present simple، إلا زي ما قلنا إذا اداني كلمة كده hint أو key إنه take care you are in the past. Okay, once there is no past words or past reference, we are still in the present simple. نشوف كده مع بعض number two. Ali always space to school by bus. Ali always comes, will come, coming or come. طيب انا هنا عندي will come future فانا بستبعدها، انا عايزه present simple مضارع بسيط. عندي coming برضو ده جزء من المضارع المستمر فبرضو هستبعده. انا عندي دلوقتي عندي comes the present simple وعندي come برضو present simple. طيب اختار انهي واحده من دول؟ exactly هختار comes. why؟ because Ali is singular، لان احنا عندي الكينج بتاع الجمله اللي هو الفاعل مفرد، وانس الفاعل مفرد يبقى باخد present simple بيكون فيه s or es طبعا. اوكي يبقى هنا ما ينفعش اقول Ali always come، لا Ali always comes. اوكي طب لو شلت Ali وقلت مثلا they او Ali and his brother مثلا، يبقى في الحاله دي هقول come لانه Ali and his brother جمع او plural، يبقى في الحاله دي هاخد ايه come بدون اس. لكن هنا عندي تاني مضارع بسيط والفاعل مفرد يبقى فعل في المضارع البسيط وفيه اس، يبقى letter A comes. yes. number three, Hassan didn't play football because he وسبيس هيز فوتبول ترينرز. طبعا ترينرز اللي هي يس لايك ذا equipment، طبعا دي اللي بنستخدمها ان بلاينج طبعا فوتبول. طيب Ali didn't play football، ده عندي present simple past simple سوري الماضي البسيط. because يبقى هنا حاجه حصلت في الماضي البسيط بسبب حاجه حصلت قبلها، يبقى اكيد اللي قبلها دي طالما احنا اتفقنا انه لما بيكون عندي في sequence of events ترتيب للاحداث في الماضي يبقى لازم استخدم نوعين من الماضي اللي هو السامبل present وال past perfect. السامبل past وال past perfect. اوكي لو انا هعمل sequence للاحداث ترتيب للاحداث في الماضي كلها حصلت وانتهت في الماضي، يبقى في الحالة دي انا مش هكتفي بالماضي البسيط، لا لازم اجيب هيكون عندي اتنين اكشن. اكشن نمبر 1 اللي حصل الاول البعيد في الحاله دي هستخدم له yes past perfect. past perfect اللي هو had وتصريف تالت. action number 2 اللي هو حصل بعده او احدث منه في الماضي هجيب له yes past simple اللي هو الماضي البسيط. يبقى لما يكون عندي more than one action اكتر من حدث واحد وبرتبهم in the past بجيب ل action number 1 past perfect، action number 2 past simple. الحدث الأول بياخد أبعد ماضي اللي هو الماضي التام، الحدث الثاني بياخد الماضي البسيط. نشوف كده مع بعض. طيب أنا هنا عندي حسن didn't play football because الحدث اللي حصل قبل منه yes اللي هو he forgets he forget he forgot he had forgotten. طبعا هنا عندي ماضي بسيط يبقى أنا بقي لي ماضي تام exactly، طبعا مش forgets مضارع بسيط ولا forget مضارع بسيط ولا forgot ماضي بسيط، يبقى اكيد انا بدور على yes past perfect. اوكي الماضي التام.
يبقى اكشن نمبر 1 انه هي هاد فورجوتن هيز فوتبول ترينر، نسي ادواته عشان ايه؟ عشان كده ما لعبش. اوكي يبقى هي هاد فورجوتن، يبقى زي ما اتفقنا دي جمله جرامر. نوع تاني من الجمل اللي هو هي از تيستينج او وي ار تيستينج يور يس جرامر اور ستراكشر انفورميشن. ليتس موف تو another برضو choice number 6. The little boy is crying. The little boy is crying because he space over. Okay, the boy دلوقتي is crying لأنه he has fallen over, fell over, had fallen over, was falling. طبعا هنا the little boy is crying the present continuous. الولد بيعيط لانه حاجه حصلت، يبقى حدث قريب قوي حصل ليه. اوكي يبقى مش هبعد ب was falling ولا fell ولا had fallen، لا ده انا هجيب ايه؟ يس حاجه قريبه او اكشن قريب قوي اللي هو present perfect because he has fallen over لانه وقع، يبقى later ايه؟ طبعا present perfect. لو انا حاسس انه الماضي ابعد من كده يبقى انا كان ممكن اخد ايه؟ fell. Okay, because he fell over. لكن طبعا هنا الميننج ان هو he is still crying، معنى كده انه الاكشن لسه قريب، يبقى present perfect because he has fallen over، طبعا وقع. Number 7, we are all with space by air pollution. الاير pollution طبعا اللي هو تلوث الهواء. انا هنا we are all، طالما هنا verb to be يبقى انا بدور هنا على adjective صفه. اوكي على adjective صفه، او ممكن يكون طبعا صفة في شكل تصريف ثالث. اوكي يبقى we are all affected. اوكي متأثرين. affected برضو متأثرين، بس طبعا احنا بنقول ان affected ده هي الverb لكن affected دي adjective. اوكي infected بمعنى اتعدى او حامل للمرض، او respected محترم. يبقى هنا انا بدور على الفيرب في التصريف الثالث we are all affected by air pollution، احنا كلنا متأثرين طبعا بالair pollution بتلوث الهواء، يبقى letter A affected. affect هي شوية noun ومش مكانها هنا. medicine number 8. medicine is the space of illness and endures. medicine اللي هو الطب، هو the student the style the study the stylish. طبعا stylish اول واحدة هنستبعدها لان هي yes adjective صفة، لكن هنا انا عايزة the وspace وof، يبقى كده عايزة noun اسم. يبقى the student طبعا طالب، لا عايزة اقول the style no the study yes exactly اللي هي دراسة yes دراسة الامراض والجروح. يبقى medicine is letter C the study of illness and injuries. ممكن تيجي لي كمان في translation، يبقى الطب هو دراسة yes study of illness and injuries دراسة المرض وطبعا الجروح. نناقش مع بعض تاني ال passage لان طبعا زي ما قلنا this is a new question passage، ونشوف نكمل ايه ال words اللي ممكن نستخدمها في filling the words filling in the gaps. طبعا number 2 عندنا complete each space with one word، زي ما اتفقنا هي كلمة واحدة اللي بكمل بيها ال space الفراغ، وزي ما اتفقنا we must read from the very beginning till the end of the passage عشان اقدر اعرف ايه ال area اللي انا هفكر فيها. during our travels اثناء السفريات بتاعتنا we usually send emails، احنا عادة بنبعت emails. We send with space to our friends and relatives. احنا بنبعت الايميلز دي to our friends لاصدقائنا and relatives. Yes, relatives اللي هم الاقارب. Relatives نعرف الكلمة دي مهمة جدا، ممكن تجيلي في translation. Relatives الاقارب، وطبعا relative مفرد القريب. Yes. They are طبعا relatives الأقارب اللي هم بمعنى يعني members of your family، يعني أفراد من العائلة بتاعتك your cousins your father your mother your sister and so on grandma grandpa، كل دول بسميهم إيه relatives الأقارب من from your family من العائلة. They are happy to receive space emails، طبعا بيكونوا مبسوطين لما بيستقبلوا الإيميلز بتاعتنا. We usually attach
فوتوز. احنا عادة بنأتاتش فوتوز، بنبعت كمان بنلحق بيها فوتوز لأور ايميلز دي، يعني الايميل بتاعنا بنلحق بيه فوتوز مع الكلام طبعا اللي احنا كاتبينه. We choose photos. طبعا لما بنيجي نبعت photos بنختار الفوتوز of the important space we visit، بنختار طبعا الصور لأهم الأماكن أو المعالم we visit اللي احنا بنزورها. يبقى احنا كده قرينا وفهمنا ال general meaning of the passage للقطعة. نشوف بقى مع بعض نكملها ازاي. During our travels we usually send emails. We send yes، عايزة أقول نحن نرسلهم. أوكي، يبقى أقول we send them. We send them اللي هم مين؟ الإيميلز. yes، يبقى we send them إحنا بنرسلهم. يبقى إيه اللي ناقص؟ the pronoun them. We send them to our friends and relatives. They are happy to receive space emails. بنقول إن هم بيبقوا مبسوطين لما بيستقبلوا إيميلاتنا. أوكي، يبقى they are happy to receive yes our emails. طب حد يقول لي the emails هنا تمشي؟ okay it's okay acceptable. ممكن اقول these emails، okay برضو تمشي. okay once you are in the domain the acceptable domain، طالما انت في الدومين المقبول. We usually attach photos. طبعا attach كverb بيجي بعدها pronoun yes sorry preposition حرف جر، بقول attach to. attach to بمعنى يلحق بي. attach photos to these emails للإيميلز دي. We choose photos of the important space we visit. طبعا بنقول بنختار أهم المعالم اللي احنا زرناها ونبعت الصور بتاعتها. طيب هنا عندي كذا حاجة اقدر استخدمها. ممكن اقول sites اللي هي اقصد بيها places اماكن. ممكن اقول the important sites او the important places اماكن. وممكن اقول the important sites بسبيلنج تاني خالص. اوكي سبيلنج تاني sites اللي هي s i g h t s اللي هي الايه المعالم. اوكي يبقى ممكن اقول the important sites او sites، نفس البرونسيشن نفس النطق لكن المينينج والسبيلنج مختلف. sites دي هي نفسها space places. اوكي يبقى sites و places بمعنى الاماكن. sites دي بمعنى المظاهر او المناظر، احلى اجمل المناظر اللي انا ايه زرتها. اوكي يبقى زي ما احنا شايفين ممكن يكون no way لازم هو ده البروبوزيشن يكون موجود، وممكن في spaces اقدر اتصرف فيها واجيب اكتر من كلمه. اوكي يبقى the most important thing is to read carefully and get the meaning. اهم حاجه ان انا اقرا carefully بعنايه واعرف الميننج بحيث اقدر اختار synonyms او مرادفات لكذا معنى في نفس الايه المكان، او ان انا اكون حافظ كويس قوي او فاهم كويس او البروبوزيشنز واستخدامها حروف الجر. اعرف كمان امتى استخدم الارتكلز اللي هي a an or they. طبعا كل ده متعلق بالجرامر والفوكابولري اللي موجوده عندنا طبعا in the course في المنهج. Let's do خلينا بقى نرجع تاني للترانسليشن لان هي من الحاجات اللي يعني most of you asks all the time، معظمكم بيسال عنها في او بيطلبها دايما في فيسبوك واي دومين. يعني نرجع كده مع بعض للترانسليشن. نجهزها هنا ترانسليشن. اوكي يس نشوف كده translate into English. We have here a very simple sentence. علينا أن نهتم بالأطفال المشردين بكل السبل. أوكي نترجمها مع بعض إزاي؟ طبعا زي ما اتفقنا I must start with a subject. لازم في الجملة في الإنجليش أبدأ بالفاعل أو الاسم بتاعي. أوكي علينا أن نهتم. علينا اللي هم مين؟ Yes we. يبقى نقول we yes we should يعني يجب علينا، يعني we should برضو نهتم يعني care. we should care about نهتم ب. شوف حرف الباء بس قبلته كلمة كاملة زي ما اتفقنا هي مش سكيلز مش ميزان كلمة مع كلمة، لا ممكن تكون حرف يجي له كلمة، ممكن كلمة اصلا مش موجودة ولازم اجيب لها حاجة في الانجليش and so on.
we should care about. طبعا الأطفال المشردين دي طبعا adjective صفة، وهنا ده noun اسم. لازم بعكس في الانجليش وابدأ بالadjective الأول وبعد كده الايه النوم. يبقى we should care about المشردين، يعني ما عندهمش home، ما عندهمش بيت. يبقى اقول yes about homeless، مشرد يعني homeless ما عندوش ايه بيت، homeless. children جبنا الاسم بعد الصفة in English طبعا. we should care about homeless children by all means بكل السبل، by all means بكل yes السبل means طبعا الايه السبل. يبقى علينا ان نهتم بالاطفال المشردين بكل السبل، زي ما اتفقنا ان انا لما بقابل كلمة في الانجليش اقدر اتصرف فيها، او in Arabic اقدر اتصرف فيها لو انا قربت المعنى لنفسي. زي المشردين، مشرد يعني ايه؟ يعني عايش في الشارع. يعني ايه؟ يعني ما عندوش بيت. اوكي، يبقى اقول homeless. اوكي، and so on. يبقى زي ما اتفقنا ما اوقفش او ما خليش كلمه توقفني في الترانسليشن بتاعتي، ودي overall meaning to طبعا to get the full mark ان شاء الله. عندنا كمان another translation مهمه برضو، من الحاجات اللي ممكن بتبقى common يعني. number 2، ان الاميه هي السبب الرئيسي لجميع معاناه البلدان الناميه. اوكي، يبقى ان الاميه، انا اتفقنا انه كلمه ان قبل كده قابلتنا وقلنا ان هي there is no translation for in in English، مفيش ترجمة لان في الانجليش، فانا بحذفها خالص كأنها مش موجودة، وابدأ بالفاعل اللي هو yes الأمية illiteracy. illiteracy okay illiteracy طبعا I double L، خلي بالنا من كتابتها. illiteracy is السبب الرئيسي زي ما اتفقنا، هبدأ بالadjective بالصفة وبعد كده النون الموصوف الاسم. literacy is the main cause أو main reason. okay is the main okay main الرئيسي cause سبب is the main cause، جاي طبعا منها كلمة because بسبب أو لأن. the main cause for okay أو main cause to cause of أو to أو from، كل دي تمشي. cause of جميع معاناة البلدان النامية all sufferings، طبعا أنا عندي ال verb suffer بمعنى يعاني، أزود لها ing و s يبقى معاناة. okay of all sufferings of the، اتفقنا إنه اخلي بالي من كلمة الدول النامية والدول المتقدمة. الدول النامية اللي هي لسه بتتقدم يبقى هجيب لها develop واضيف لها yes ing. طب لو هي already متقدمة هضيف لها ed يبقى developed. اوكي، يبقى اخلي بالي yes انه لو هي متقدمة already يبقى developed، لكن النامية لسه بتتقدم يبقى developing countries، الدول الايه النامية لسه ستيل ايه بتتقدم. اوكي، نخلي بالنا قوي لانه ال prefix دي او ال suffix سوري دي هتفرق معايا في المين. يبقى لو انا اقصد الدول المتقدمة هقول developed countries، لو اقصد الدول النامية اللي هي لسه بتتقدم يبقى developing countries. illiteracy is the main cause of all sufferings of the developing countries، ان الامية هي السبب الرئيسي طبعا لجميع معاناة البلدان النامية. في عندي بقى some sentences كده، في عندي جمل فيها شوية trick كده، شوية افكار، يا ريت بس نلحق ان شاء الله نشوفها مع بعض. yes نشوف كده جملة منها. if the flu he had space lighter he wouldn't have to go to the hospital. نخلي بالنا قوي واحنا بنقرا جمل اف دي، لو انا قلت if the flu he had حد بسرعة هيتسرع ويقول لي had وتصريف تالت، يبقى على طول اقول been. اوكي، وهنا كمان عندي wouldn't have يبقى برضو تصريف تالت وهكذا. نو، هنا المعنى مختلف خالص. if the flu he had دي على بعضها اوكي noun اسم. اوكي، بنقول لو البرد اللي كان عنده
لو البرد اللي كان عنده space lighter he wouldn't have to go. هنا have، هل هي have if condition type 3 الحالة الثالثة اللي هي have وتصريف ثالث؟ لا، ده دي الحالة الثانية would have، يبقى would والمصدر لان بعدها to، ما جاش بعد have تصريف ثالث. يبقى لو كان البرد اللي عنده اخف he wouldn't have to go to the hospital او go to hospital، ما كانش اضطر ان هو يروح المستشفى. يبقى دي if condition type 2، نخلي بالنا كويس قوي من المعنى. يبقى هنا عندي would والمصدر would وانفينيتيف، يبقى على طول ادور هنا على past sample has to where been or was. طبعا في الحالة دي هاخد ال past sample اللي هو yes where if، مع if طبعا كل الفاعل هنا سواء مفرد او جمع او كده بياخدوا ايه where. يبقى المعنى if the flu he had، لو كان البرد اللي كان عنده كان اخف ما كانش اضطر ان هو يروح الايه الهوسبيتال، ما كانش اضطر ان هو يروح طبعا المستشفى. يبقى دي جملة فيها شوية tricky، ممكن شوية تخدعنا أو نقع فيها على طول مجرد ما نشوف would و have والحاجات دي. So please be careful، أهم حاجة the secret of superiority be careful، read carefully get the meaning and get the grammar and طبعا answer كده carefully وإن شاء الله you will get the full mark. That's all our time allows for today، ده اللي سمح بيه وقتنا النهاردة. Thank you very much and here is Miss Iman Daayas. طبعا بدعي لكم ان شاء الله كلكم ان انتم تاخدوا ان شاء الله الفول مارك and I wish you all the best of luck. طبعا thank you very much goodbye.